مساكم الله بخير اخواني. بعض الناس يشوف الرؤية فيروح يفسرها عند اكثر من مفسر. انا فسرتها عند المفسر الفلاني قال لي كذا، فسرت عند المفسر الفلاني قال لي كذا. له 9 سنين يفسر كل ما طلع مفسر في الترند فسر عنده، وهذا تفسيره يختلف عن هذا وهذا تفسير. ولا وقع التفسير، لا ممكن انه وقع، بس انك هو ما وقع الشيء اللي فلاني به. يا جماعة الخير، التفسير مو بعاطفة، التفسير مو التفسير اللي أنا أبيه. تشوفون في البث وفي المساحات يجي يقول لك شيء مر فيه وموقف مر فيه، ثم يقول يعني مو هو كذا، يعني ما تتوقع يا شيخ. لا، هو المفسر إذا يفسر لك بناء على حالك مع الرموز، خلاص قال لك كذا كذا كذا، مو معناته أني لازم أروح أحقق بالتفسير رغبتي. لا، التفسير بالرموز مع الحال، مهو بالرغبات والعواطف والتمني أو الحال اللي حنا نبيه. طيب، أنا فسرت عند 4 مفسرين، أيهم اللي تفسيره صح؟ ممكن كلهم صح، ممكن كلهم غلط، ممكن واحد صح. الرؤية مثل المكعب، هذا يشوفه من ذا الزاوية، 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 وفي واحد ممكن يشوف كل الزوايا، وبعضهم ما وضحت، ما أدري ترفع قدري. أيهم اللي تفسيره صح؟ ممكن كلهم صح، ممكن بعضهم خطأ، ممكن بعضهم صح. لكن أنا شلون أعرف تعبيرتي شلون أعرف رؤيتي تعبيرها صح أو لا؟ إذا شرح لك المعبر الرموز مع حالك، وهالشرح هذا بناء على القرآن والسنة ولغة العرب أو الأمثال الدارجة وما يقاس على الكلمات ومرادفاتها، فخلاص خذ بهذا التعبير ولا ترهق نفسك بكثرة التفكير. أنسى، عد بالمشتري وانتهى، خلاص كذا أنت كذا صير فسرت رؤيتك. إذا فسرت على مراد صحيح فهذا هو التعبير الصحيح، أن الرؤية تحتمل عدة وجوه. الرؤية تحتمل عدة وجوه، يعني معبر يعبرها بهذا الوجه، معبر يعبرها بهذا الوجه، معبر يعبرها بهذا الوجه، تحتمل عدة وجوه. لا، وكل هذه الوجوه صحيحة، لكن إيش اللي يقع منها؟ هنا الكلام، إيش اللي يقع منها؟ يقع ما قدره الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره، وكان هذا التعبير صحيح. يعني ممكن الأربع التعبيرات يكون منها واحد صحيح وهو الأقرب إلى الدقة فيقع هذا التعبير الأقرب بتوفيق الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. وسلامتكم، إن شاء الله أنه وضح المعنى والكلام.